الجواب ديالك على هاد الناس اللي فريمون قالوا لنا الاغنيه ما خصهاش تدوز في الراديو. حنا ما يمكن حنا مع اختلاف كلمة في كازا اللي ماشي اللي في كلمة اللي في مراكش ماشي اللي في وجدة اتسيتيرا، شنو تجاوب هاد الناس هادو اللي تاهما مغاربه وتحبوك اكيد؟ انا باش قلت لك اغنيه الشكامه، الاغنيه الشكامه الكلمه ديال الشكامه ما كتعنيش شي حاجه خايبه في المغرب. انا باش كنت قبل ما نديرها استشرت بالموزع مراد مجود وقال لي راه ما فيها حتى شي مشكل. من بعد انا منين خرجتها يعني سمعت بان هاد الكلمه يمكن كتعني ماشي في بعض المناطق، يعني شي كلمه يعني ماشي في المغرب الشرقي كامل، يعني المغرب الشرقي والجزائر يعني كاين بعض اللي عندهم شويه عين، ماشي بزاف، ولكن ماشي مشكل. الا ما كانش غادي ما تدوش ما عنديش مشكل. المهم عندي هو الجمهور يكون راضي، الا ما كانش الجمهور باغي يسمعها ماشي مشكل، انا نغوتيغيها شي بروبليم. مي تنقول بان الاغنيه كلمه الشكام، حنا الشكام هو واحد الانسان اللي كيوصل الهضره من واحد لواحد، ما فيها حتى شي عيب بالنسبه لي انا باش كنت قلت الاغنيه. من بعد اكتشفت هذا الشيء انا، مي المهم عندي هو الجمهور يكون راضي.